خلينا نستقبل على التليفون الاستاذ علي القشوطي الناقد الفني. استاذ علي برحب بحضرتك في البدايه من العالمين الجديده، وحابه اسمع راي حضرتك في فكره وجود التطور اللي حصل في العالمين الجديده، والى اي مدى ساهم في ان احنا نجذب السياح، وكمان مهرجان العالم عالمين نفسه أضاف إيه للترويج اللي بيحصل للسياحة مش بس في الساحل الشمالي أو للعالمين الجديدة، ده للسياحة المصرية بشكل عام يا فندم؟ في البداية طبعا أهلا بيكي وبنشكرك على التغطية اللي بنقولها لنا لحظة بلحظة من داخل مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين. الحقيقة يعني من خلال زيارتي للمدينة، أنا دايما أي حد بيتكلم معايا عن المهرجان أو عن المدينة نفسها بقول له إن هو اللي شاف غير اللي سمع، لأن حقيقي لما بتروحي لمدينة العالمين وبتلفي بالعربية أو حتى بتتمشى على رجليكي بتشوفي ضخامة وحجم المجهود الضخم اللي اتعمل في السنوات الأخيرة اللي خلى مدينة زي مدينة العالمين تبقى يعني من أهم الوجهات السياحية، مش عايز أقول بقى العربية لا العالمية، في شهور قليلة. الحقيقة أنه هو فيه اهتمام كبير واضح وبكل التفاصيل في المدينة، بأن هي فعلا تبقى مدينة من مدن الجيل الرابع، مدينة ذكية بالمعنى الحقيقي للكلمة، مدينة يعني فيها بنية تحتية تقدر تستوعب وتستقبل أحداث ضخمة زي اللي احنا بنشوفها في مهرجان العالمين. فدايما كنت بقول ان الناس لازم تشوف بعينيها مش بس تسمع، لان اللي بيشوف بيعرف وبيفهم قد ايه في مجهود كبير حاصل، وقد ايه المدينه مش بس مهرجان العالمين ومش بس المنطقه الشاطئيه او المنطقه الترفيهيه، لا ده في احياء كتير واماكن مختلفه الناس تقدر تستمتع بيها وتزورها، سواء اماكن سياحيه او اماكن اثريه او اماكن ذات طابع تاريخي حتى لو تاريخي حديث. يعني في مجهود كبير واضح جدا، اعتقد ان اول ما يعني اي زائر رجلي بس هتدخل المدينه هيشوف يعني قد ايه المجهود ده حاصل وقد ايه المدينه تم انشائها في وقت قياسي جدا، وهيبقى مبسوط بان في حد بيفكر بهذا الشكل ان هو يبقى في مدن جديده للأجيال اللي جاية وتفتح أفاق أكبر لأبواب رزق والاستثمارات ضخمة في منطقة يعني صحيح الناس يعني بتدورها بس في أوقات قليلة خلال السنة. صحيح، ومهم كمان يعني مع المجهود الكبير اللي بيتم أستاذ علي، مع المجهود الكبير اللي بيتم ده كمان بينعكس على الفعاليات الفنية والرياضية والغذائية، كل الفعاليات اللي بتتم تحت مظلة مهرجان العالم عالمين. طبعا في مفاجآت كتير عرفناها وفي مفاجآت لسه مستنيين نعرفها خلال الأيام الأخيرة، خلينا نقول من المهرجان إيه المفاجآت المنتظرة في العالم عالمين؟ والله هو البرنامج الحقيقة دايما بيبقى مليء بالمفاجآت، لأن يعني إدارة المهرجان دايما بتفاجئنا بفكرة إن هي عندها تفاصيل كده معينة في اختيار نجوم الحفلات أو اختيار المشاركين، هنلاقي إن هو الأفكار متعوبة عليها، مش مجرد إن احنا بندعو فنان معين إن هو يجي يحيي حفلة وخلاص، لا يعني هتلاقي فيه تركيبات وسيمة لكل حفلة. احنا مثلا شفنا الأسبوع اللي فات حمزة نمرة وسعاد ناسي ومسار إجباري، الثلاثة في برنامج واحد أو في برنامج حفل واحد، والثلاثة كل واحد منهم عنده مشروعه الموسيقي الخاص جدا بيه. قبل كده كنت هتشوف مثلا كاسة 90 بيجمع خمس مطربين من أهم المطربين اللي أثروا بدلنا بشكل كبير في فترة التسعينات ولسه مكملين معانا. فدايما هتلاقي ان توليفه الحفله نفسها فيها فكره وفيها مفاجاه ما متحضره. ان شاء الله الاسبوع ده هيكون في الماستر كبير عمر خيرت مع صاحبه السعاده على المسرح الروماني في المدينه التراثيه، وكمان هيكون في فريق مسار فريق كايروكي، وقبله هيبقى في مفاجاه الحفل المطرب الجديد توليف اللي هو يعني محقق تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا، لان هو بيخرج للجمهور بشكل مقنع كده، فعامل سسبنس بالنسبه للناس، الناس متوقعه ان هي تشوف مين هو توليت او حقيقته ايه
بدون قناعة يعني. وطبعا ويجز دي السنة الثانية على التوالي بيحتجب بفعاليات مهرجان العالمين، والحقيقة ان هو دايما بيكون اختيار موفق، لان ويجز اصبح فيه شعبية كبيرة مش بس في مصر، لا الحقيقة في الوطن العربي كله، بالاضافة لان هو عليه اجماع من فئات عمرية كثيرة، مش بس الشباب الصغيرين او حتى المراهقين، لا يعني في اجيال متنوعة مختلفة بتتابعه وبتحبه، لان هو كمان ليه شخصية موسيقية مختلفة عن المطربين او المغنيين الموجودين اللي بيغنوا نفس اللون الغنائي اللي هو بيقدمه، وفي نفس الوقت ليه شخصية انسانية الناس تنساها بشكل كبير، سواء في الحقيقة أستاذ علي. وده كان عامل أو يمكن من أهم العوامل اللي نجحت مهرجان العالم عالمين في النسخة دي، هو فكرة الشخصيات الفنية المختلفة، إنه بنظرة سريعة على الأسامي والنجوم الكبار اللي كانت موجودة هنلاقي إنه كل نجم جه أحيا حفلة في مهرجان العالم عالمين كان ليه شخصية فنية فريدة ومتميز في منطقته، زي ما بيتقال في لغة الفن يعني. أعتقد الشركة المتحدة نجحت بشكل كبير جدا في عمل الميكس أو التوليفة بين الشخصيات الفنية المختلفة اللي بتلبي بيها متطلبات كل الجمهور. في الحقيقة احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ علي القشوطي الناقد الفني، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك.